أنا ما شفت لاعب في الدوري السعودي من سنوات طويلة يعني يطبق عبارة القادمون من الخلف مثل سافيتش، نجم متكامل في هذه الخانة، يقدم كل شيء، يعني اللاعب اللي ما تتوقع منه يعني اللي حيقدمه في أي مباراة، ممكن لاعب يكون غايب طول المباراة فجأة هو اللي بيسجل، هو اللي بيصنع كثير من أهداف الهلال، كان هو اللي بيساعد مالكو، بيساعد متروفيتش، سالم، يعني سافيتش يعني ظالة أي فريق، فما بالك بالفريق الهلالي. شوف موجود اليوم الهلال، لما احنا نتكلم عنه كمنظومة فنية، الهلاليين ما كانوا يبحثوا على الأسماء في بداية الموسم، كثير من النجوم أو الأسماء المعروفة في الدوريات الأوروبية كنت شاهدها تتنقل بين أندية الصندوق في الاتحاد، في الأهلي، في النصر كأسماء. الهلال تقريبا باستثناء مالكم اللي كان يعني بحكم انه لعب في برشلونه، لكن غالبيه الاسماء ما كانت ذيك اللي لها صيت كبير في اوروبا. ياسين بونو، تعرف تماما ليش الهلاليين احضروا هذا الحارس، يعني ثالث افضل حارس في العالم. شاهدنا ما قدمه ياسين لفريق الهلال، كثير من المباريات كانت اللاعبين يسجلوا في 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 في, في اللقاء، لكن ما تشاهد ياسين كان هو سبب اعاده الهلال في المباراه. كولابالي ما قدمه في الدفاع الهلال، منظومة عمل متكامل. تذكر بوجود في بداية الموسم لما جاء اليوم اللي تحدثنا فيه عن تعاقد الهلال مع متروفيتش، يمكن كان الغالبية ما يعرفوا هذا الاسم، كنا احنا اطلقنا عليه من وحش خط ال 18 واللاعب. انتظر الهلاليين عشان يتعاقدوا مع اللاعب اسابيع طويلة، وكان في خوف من الهلاليين انه الصفقة لا تتم، لكن ذهب الهلال للمهاجم اللي كان يبحث عنه، وشاهدنا ما قدم متروفيتش للفريق الهلالي كمنظومة عمل بوجود، كمنظومة فنية تبدأ من بداية الموسم عندما كانت هناك بعض المطالبات بإبعاد خيسوس وتصدت لها الإدارة الهلالية وأقفلت هذا الباب تماما. نتاج هذا العمل، نتاج الثقة اللي أعطتها الإدارة الهلالية لجيسوس والنجوم اللي موجودة في الفريق الهلالي، أنا اليوم يمكن هو اليوم الوحيد اللي شاهد فيه خيسوس يبتسم طيلة الموسم، حتى في المباريات الحاسمة في المباريات الكبيرة كان مدرب صارم جدا مع اللاعبين. لمثل هذا المدربين بوجود والجهاز الإداري، كل الأندية اللي تبحث عن البطولات لابد أنها يكون في أسماء قوية على مقاعد البدلاء يخشاها اللاعبين، مهما كان اسمك، ما كان يعني مكانتك في الفريق، عندما تعرف أنه في مدرب مثل جيسوس وفي جهاز إداري حيحاسبك على أي خطأ. ولنا في لقطة يعني ميشائيل الشهير اللي تم تغييره في إحدى المباريات وكان غاضب مثلا من التغيير إنه يبغى يكمل، مجرد ذهاب جيسوس له انتهى كل شيء. يعني هذا هو اللي الدرس اللي لابد كل الأندية اللي تبحث عن المنافسات، تبحث عن البطولات، إنه يعني ياخذوا الفريق الهلالي هذا الموسم كنموذج. جميع اللاعبين بوجود نعيد ونكرر ما كانوا ذات الصيت الكبير أوروبيا، لكن فنيا داخل الملعب جنى الهلال نتيجة النظرة الثاقبة في اختيارات اللاعبين.